بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين واهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة ازاي تربي كلبك. معاك وليد يونس. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن علاقتك بكلبك. علاقتك بكلبك يا باشا، طبعا انا طالع للمرة الثالثة النهاردة، دلوقتي الساعة 5 المغرب، طالع اقعد مع الكلاب شوية وندردش مع بعض شوية. جوليسيت تعالي. طبعا انا افتح لهم، شايفين طبعا جولي مزقططة ان هي طلعت ومبسوطة جدا ان هي طلعت. البوكسات طبعا نظيفة جوه، ما فيهاش اي حاجة. طبعا الهانم دي احنا هنبدأ نفرش لها ونجهز لها عشان موضوع الولادة بتاعتها قرب، ربنا يكرم على خير ودعواتكم معانا ان شاء الله. نفتح للمعلم ماكس. ولا انت ايه اللي طلعك؟ خش جوه. هي ايه سايبة سيت؟ يلا يلا بوكس ست. شاطر، تعال. طبعا جولي العبيطة اهي قاعدة مزقططة. طبعا علاقة حضرتك بكلبك، اول حاجة ما تخليش الفترة اللي حضرتك بتطلع فيها فوق او تقعد مع كلبك فيها او الوقت المخصص ليهم ان حضرتك تبقى مصدر ازعاج ليهم، بمعنى ان لو عملوا حاجة غلط حاول تفوتها طالما مش حاجة كبيرة. طبعا لو حاجة قوية لازم تعاقب، لكن ما تخليش الوقت اللي حضرتك قاعده معاهم فوق ان هم يتضايقوا منك وتبقى حضرتك كل كلامك اوامر. حاول تلعب معاهم، حاول تدلعهم، تشوفهم محتاجين حاجة تنظف لهم. طبعا ده الكرسي اللي انا بقعد عليه وانا قاعد معاهم. ساعات بطلع واحدة اتنين بالليل، 12 بالليل، بطلع اقعد استجم معاهم ساعة ساعة ونص، اقعد احكي معاهم، احكي لهم عن مشاكلي. عادي ممكن تضحكوا عليا ان انا بتكلم مع كلابي، بس انا ساعات كتير قوي بفضفض معاهم. هم ما بيبقوش فاهمين حاجه، بس انا برتاح لما اقعد اتكلم معاهم، والكلب برضو بيرتاح لما يحس ان صاحبه بيتكلم معاه رغم ان هو ما بيبقاش فاهم حاجه. فحاول لما تطلع تلاقي توفر لهم جو كويس ان هم يقعدوا فيه، تدلعهم، تطبطب عليهم. حاجة مهمة قوي يا جماعة، بس يا ماكس يا ابني خلينا نكلم الناس. حاجة مهمة جدا ان حضرتك لازم تقعد بين كلابك، زي ما حضرتك مثلا عندك اولاد ما ينفعش تفرق بينهم. انا مثلا قبل ما انزل الشغل لازم اسلم وابوس ولادي الاربعة، واول ما ارجع من الشغل لازم كل واحد ياخد بوسه، ما ينفعش ابوس واحد والتاني لا، او ابوس الاثنين الصغيرين التوأم والاثنين الكبار لا. زي ما حضرتك بتدلع واحد لازم حضرتك تدلع التاني، زي ما حضرتك بتطبطب على واحد لازم حضرتك تطبطب على التاني. نفس المعامله هنا، هي نفس المعامله هنا. ما ينفعش تعامل واحد كويس وتعامل التاني بطريقه مش كويس، او واحد يتدلع اكتر من واحد. الكلاب يا جماعه بتغير من بعضها، فلازم حضرتك تطلع تبص عليهم كذا مرة. هما بيفرحوا بالوقت اللي حضرتك قاعد فيه، بيستنوا حضرتك لما تطلع. يا ابني سيبها في حالها يا حبيبي، بيستنوا الوقت اللي حضرتك بتطلع فيه، بيبقوا مبسوطين جدا، يطلعوا يعملوا التويلت بتاعهم. ما تغيبش عليهم عشان ما يضطروش ان هما ما يبقوش قادرين يمسكوا نفسهم ويضطروا يعملوا جوه، وتقوم حضرتك طالع معاقبهم. طب ما انت زنقتهم، ما هو برضو الكائنات كل واحد ليه طاقته. وصل لمرحلة ما استحملش حضرتك، اتضايقت انه عمل جوه، عاقبته وضربته مثلا. طب وليه؟ ما حضرتك اللي اتأخرت عليه. بس يا ماكس، ماكس بلاش لعب، بلاش لعب، يلا روحوا اعملوا بيبي، يلا انتوا الاتنين يلا بيبي. طبعا عذر على كلمة بيبي، بس دي الكلمة اللي انا معلمها لهم ان هم يروحوا يعملوا تويلت. فطبعا علاقتك بكلبك لازم تاخده، تخرجه، تلعب معاه، حسسه ان حضرتك بتحبك، كل ان حضرتك بتحبه. كل دوت بيخلي ان الكلب يحبك ويبقى عايز يقرب منك، هو بيبقى مبسوط جدا وحضرتك موجود، بيستنى طلوعك بفارغ الصبر. ما تخليش كل الكلام عقاب، لو غلط حضرتك عاقبه. هنعمل الحلقة اللي جاية ان شاء الله هتبقى ازاي نعاقب الكلب، لان ناس كتير طلبت الموضوع ده، وهندخل ان شاء الله في الاوردرز بتاعت الطاعة اللي هي اوامر الطاعة.
بس هأكد تاني، الكلاب يا جماعة بتغير من بعضها، ما تعملش كلب أحسن من التاني، ما تطبطبش على واحد والتاني لأ، ما تدلعش واحد والتاني لأ. يعني أنا مثلا لو دلعت ماكس هتلاقي التانية جيالي، هتلاقي التانية برضو عايزة تتدلع، أهي جت أهي الهانم أهي. طب اشمعنى بتطبطب على ده؟ تيجي تطبطب على دي تلاقي التاني جيالك، طب ما اشمعنى دي؟ فاكنك عندك ابنين، لازم كل واحد ياخد حقه زي التاني، ما تفرقش بينهم، لان هما ممكن يوصلوا لمرحلة مع الاستمرار يكرهوا بعض طالما بتعامل واحد احسن من التاني. تمام؟ بس كده. واتمنى ان الناس كلها تطلع ما تغيبش عن كلابها. هو مستنيك قاعد لوحده على طول، ما تبخلش عليه بقعدتك معاه. بس ماكس، ماكس تعال هنا، تعال هنا، يلا سيت انتوا الاثنين، انت سيت وانت سيت، بتنتي شاطر، وانت كمان داون، يلا زيها، هولد داون، شاطر، برافو عليك. طبعا انا بقى لما بطلع بالليل بيبقوا هم قاعدين نفس القعده دي، وانا قاعد ايه مرتاح كده وبريح دماغي وانا قاعد معاهم. انا برتاح الصراحه كل ما اقعد معاهم. احنا هنا في اسكندريه بدأنا ندخل في الشتاء، السماء مغيمه اهي خالص، ده من الصبح رغم ان الجو مش ساقع قوي ومش هوا قوي. فطبعا هنبدا ناخد في البيوت بتاعتهم الاجراءات بتاعت الشتاء، زي ما قلنا ان اي ثقوب فوق هتتسد. طبعا الجنب ده احنا كنا شايلينه، فمطرح ما ركبناه هنسد دوت بالفوم تاني، والهانم دي هنبدا نفرش لها. ناس كتير قالت لي البلاط والكلام، يا جماعه البلاط ده في جوه، والله العظيم البلاط ده في جوه، وطول ما البلاط دافي ما يأذيش الكلب. نبدأ بقى ناخد إجراءات الشتاء. جولي طبعا هنحوط لها حوالين البوكس بتاعها عشان الكلاب اللي حواليها ما تجيش تشمشم في البوكس بتاعها وتتضايق، وربنا يستر في ولادتها. أنا قلقان جدا إن هي تولد وأنا في الشغل، وأرجع ألاقي مجزرة، ألاقيها أكل عيالها ولا عاملة محترمة أتفاجئ بيها، لأن أول ولادة للنتاية بتبقى حساسة جدا، ولازم صاحبها يكون جنبها، لدرجة إن أنا فكرت أركب لها كاميرات. بس المشكلة الكاميرا دي عايزة واي فاي، أطلع لها واي فاي هنا إزاي؟ فربنا يسترها وأبقى جنبها. ولو في الشغل أنا حاسس إن أنا هرجع هلاقي مجزرة جوه، فربنا يسترها ودعواتكم معانا. وآسف لو طولت عليكم، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله من قناة إزاي تربي كلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.